السلام عليكم. احنا اليوم تاريخ 29 عشرة 2023، ايام البطولة اللي بيسطرها شعبنا الفلسطيني في غزة. لكن بدي احب احكي عن فرحة جديدة، استمرارية للحياة، استمرارية للعمر لهاي العائلة الكريمة. في عنا بنت وولد بعد انتظار تقريبا 3 سنين ونص 4 سنين. عنا بطانة الرحم المهاجرة بتاريخ المرض عند الزوجة. عنا كمان في نفس الوقت عنا الياف على الرحم، تم ازاله الالياف، تم ازاله بطانه الرحم المهاجره. الاكياس الموجوده كانت قوه كبيره. تم اجراء البروتوكول المناسب، اللونج بروتوكول في هيك حاله، والحمد لله من المحاوله الاولى نجحنا واجى هذا التوم الجميل لهي العائله المحترمه الكريمه. الله يبارك لهم كل قلبنا. طبعا احنا كان كثير في مشاكل في الحوض عند الزوجه، لكن احنا قدرنا نجحنا وسيطرنا واخترنا البروتوكول المناسب وقدرنا نحقق الحلم لهذه العائلة باختيار التقنيات المناسبة المفيدة لهاي الحالة، تحديد سلامة الحمام المنوي، تحديد سلامة الأجنة. بطانة الرحم المهاجر هو معضلة كبيرة، مرض بصيب المرأة تبعاته كثيرة، بيأثر على قنوات فالوب، بيأثر على إنتاجية البويضات، بيأثر على الموبايل، بيأثر على الحوض، بيعمل ألام مزمنة في الحوض، بيعمل ألم مصاحب للدورة. ومع ذلك قدرنا نسيطر. الحمل هو بحد ذاته بخفف من مضاعفات بطانة الرحم المهاجرة. حملت طبعا بهدى نشاط بطانة الرحم المهاجرة، وإحنا قدرنا نساعدهم كمان يحققوا حلمهم ويصير عندهم أطفال. إذن أطفال وعلاج في نفس الوقت، هذا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل العلم اللي إحنا قرأناه وعودنا حالنا على أنه نسعى نستخدم التقنيات والبروتوكولات الحديثة. احنا وحدة اخصاب الوراثة مستشفى جمساني بتاريخ 29/10/2023 باجتهاداتنا منبارك بكل كوادرنا، منبارك لهاي العائلة الكريمة ولهم الف الف مبروك. فرحتونا وفرحتوا قلبنا، ان شاء الله كل يوم يا رب يكون فرحة بصاحبيتكم وصاحب كل العائلات اللي جوا عنا. هذا نصر لنا لوحدة اخصاب الوراثة، وإن شاء الله النصر عم على أمتنا العربية والإسلامية، تستمر صمود شعبنا الفلسطيني اللي إحنا كل يوم عم نشوفه تبعاته هذا ذلك. لكن أنا بدي أظلني في مجال عملي أقول إنه إحنا مجتهدين، رح نحاول نوفر كل الظروف السليمة اللي بتساعدنا على النجاح. مستمرين نظهر حالات كثيرة، بنحكي عن حالات طبية محددة تساعد الناس لفهم المشاكل الموجودة عندهم وكيف الحلول اللي احنا ممكن نساعدهم فيها. فرحة كبيرة، توم ولد وبنت، الله يتيم عليهم النعمة والصحة. لعائلة كريمة، بطانة الرحم مهاجرة، تأخر حمل 3 سنين ونص، زارت الياف على الرحم، قدرنا ننجح الحمد لله. شكرا لكم، مع السلامة.